السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. متى تفتح أبواب الجنة؟ يظن كثير من الناس أن أبواب الجنة لن تفتح إلا يوم القيامة من أجل أن يدخل أهل الإيمان والتوحيد إلى جنة الرب الرحيم سبحانه وتعالى، ولكن الحقيقة من عاجل بشرى المؤمن أن الجنة تفتح في الدنيا بشكل نصف أسبوعي، بل وفي شهر كامل من شهور السنة. ففي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا، يعني أجلوا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. يعني كل موحد على وجه الأرض يا جماعة يتغفر له ذنوبه يوم الاثنين ويوم الخميس. مش كده وبس، في أي لحظة تتوب فيها إلى الله، في أي لحظة تستغفر فيها الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يغفر لك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم هنا عن فتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بلا شيء إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. ولذلك عجل يا أخي بالمصالحة، وعجل بأن تصالح إخوانك وأحبابك وأقاربك وكل من خاصمتهم في الدنيا. لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولا تستحق الدنيا أن نتشاجر ولا أن نتشاحن ولا أن نتخاصم من أجلها، فكلها لا تساوي عند الله أي شيء. وأنت في الجنة حينما تدخل الجنة، لو كنت أدنى أهل الجنة تسير في ملكك 2000 عام، لا تنتهي ولا تقطع المسافة التي بين أطراف ملكك. فأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الجنة. يبقى أول حاجة أن أبواب الجنة بتفتح يوم الاثنين يا جماعة ويوم الخميس، ويتغفر لكل عبد موحد، ربنا يجعلنا وإياكم من الموحدين إلا اللي كان بينه وبين أخيه شحناء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإن كنت أنت خير الناس فابدأ أنت بالسلام. ولذلك لما حصل خصام بين علي بن أبي طالب وبين رجل من المسلمين، قال هذا الرجل لعلي بن أبي طالب: يا علي ائتني فصالحني. قال: لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وأنت والله خير مني يا علي. يبقى إذن الجنة بتفتح يوم الاثنين ويوم الخميس، وبتتفتح أيضا يا جماعة شهر كامل وهو شهر رمضان، كما ورد في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفضت أي سلسلة الشياطين. يا الله، يبقى مع أول ليلة من ليالي رمضان لما يتقال بكرة رمضان، مباشرة بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء، بفضل الله سبحانه وتعالى بتفتح أبواب الجنة 8، وتشعر برياح الجنة ورياح الطاعة ورياح القرب من الله سبحانه وتعالى. 30 يوم يا جماعة بتفتح أبواب الجنة، وقد اقترب رمضان، ها نحن على مشارف من شهر رجب، وبفضل الله سبحانه وتعالى قد اقترب شهر رمضان، فتشعر بفضل الله سبحانه وتعالى بأن أبواب الجنة اقترب فتحها، بل هي تفتح كل يوم اثنين وخميس، ولما يأتي شهر رمضان تفتح أبواب الجنة 8 30 يوم وليلة بفضل الله، ولا تغلق أبدا إلا مع آخر يوم من شهر رمضان. فيا رب يجمعنا وإياكم على الخير، ويا رب كما تفتح لنا أبواب الجنة كعاجل بشرى المؤمن في الدنيا، يا رب تفتح لنا أبواب الجنة 8 يوم القيامة بتوحيدنا لك يا رب العالمين، وطاعتنا لك يا رب العالمين، وحبنا لك واتباعنا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل وحبنا لكل مؤمن على وجه الأرض. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.